بس حلمي كان بينه وبيني اي خلافات زي اي اتنين بينهم خلافات زوجيه عاديه، بس كل اللي حواليه اللي ان هم نفس الاشخاص اللي حاليا عملوا الشو الاعلامي عشان يركبوا ترند على حس مي. لهم عيب وما يصحش. معانا استاذه سماح، هي ارمله الفنان الكبير الراحل حلمي بكر. ازي حضرتك؟ الحمد لله. البقاء لله، الدوام لله وحده. في كلام بيتقال كتير قوي يا استاذه سماح، احنا عايزين نعرف الحقيقه من حضرتك. قولي لي، هو حضرتك ليه وديتي استاذ حلمي بكر الشرقيه؟ استاذ حلمي بكر كان تعبان من ديسمبر 2000 هو تعبان من 2023 من بدايه السنه، لكن في ديسمبر تعب اشتد عليه وفضل يعني ما فيش ممنوع من الحركه نهائيا بعد ما كنا بنسند شهرين نايم. نفسيا تعب، نقلناه من الغرفه بتاعته للصالون وسط جوايزه وسط يعني تاريخه العريق عشان يغير جو. بعد كده شهرين انا لوحدي، ف يعني ماما جات لي حبت تساعدني، فهو تقريبا عالجه يعني عجبه تمريض ماما اكتر مني، فقال لا انا مش هسيبها خليكي معايا. قالت له لا لازم اسافر، قال لها اجي معاكي. يعني هو راح الشرقيه بناء على رغبته. بناء على رغبته، وكلمنا الدكتور وطلبنا الدكتور يجي يشوف حالته هل ينفع يسافر ولا لا. قال له اساسا انت عايز تسافر؟ قال له اه، انا مش عايز اسيب ماما اروح معاها. وراح في اول شهر، بدايه شهر اتنين شهر واحد. ليه فجأة الحالة اتدهورت في الشرقية؟ لا، هو الحالة ما اتدهورتش في الشرقية، الحالة متدهورة بالفعل اوريدي من هنا. انا واخدة الاستاذ معايا في عربيتي جنبي على الكرسي، فرد الكرسي ونايم. وقفنا في الطريق وناس سلمت عليه وناس حاولت تصور معاه ورفضنا لان كان تعبان، لكن وكانوا بيسندوه معانا، بس كانت رغبته انه يسافر، وكانت رغبته انه ما يسافرش من هناك تاني. يعني انا حاولت معاه لدرجه ان هو قلت له روح بيتك، يعني قال لي لا انا مش ماشي من هنا. ايه اللي حصل في اللحظات الاخيره وقال كومنت يعني خلى كل الناس اللي واقفه ضحكت ورجعت لورا؟ قال كومنت لو حد شني غصب عني انا هوريكم انا هعمل فيكم ايه. فما حدش حركني من هنا، ومش راجع المهندسين، ومش رايح في حته، ومش رايح مستشفى. كان مصر انه ما يروحش مستشفى. ارجوك بقى كفايه النهارده، بكره لو تحبي اي كلام نقول. في كلام اتقال ان كان في خلافات زوجيه ما بينكم كانت كبيره جدا، وحضرتك كنتي بتوصلي لمرحله انك بتمنعي ان هو يشوف ريهام بنته. الكلام ده حقيقي؟ لا، الكلام ده مش حقيقي، وكل اصدقائه المقربين ليه يعلموا ذلك، وكانوا بيبقوا معاه وهم ورهام في بتزوره، يعني في سواء في النادي او خارجين بره او ده. ما حصلش ده، زيه زي الشو الاعلامي اللي بيحصل دلوقتي ان انا بقتل في حلم بكر. في كلام اتقال من استاذه ليلى الشبح، هي بتقول ان من سنتين استاذ حلمي بكر استنجد بيها وقال لها الحقيني زوجتي بتطفي سجاير في جسمي، وكمان راح عمل في حضرتك محضر في اسم العجوزه. الكلام ده ايه صحته؟ اولا ما اعرفش الاسم اللي حضرتك قلتيه ده، لان الاسم ده لا يمت الاستاذ حلمي بصله. استاذ حلمي كان بينه وبيني اي خلافات زي اي اتنين بينهم خلافات زوجيه عاديه، بس كل اللي حواليه اللي هم ان هم نفس الاشخاص اللي حاليا عملوا اللي عملوه ده والشو الاعلامي عشان يركبوا ترند على حس ميت، او على يعني بقول لهم عيب وما يصحش، هم اللي كانوا مسلطين الضوء في الحته دي. اما اسم العجوزه عندكم اتفضلوا اسردوا منه المحاضر، شوفوا منه اسالوه، اللي اتكلم كلام يجيب معاه دليله. يعني هي استاذه ليلى الشبح ما كانتش صديقه مقربه؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. استاذ حلمي كان بيطرد ناس منهم الاسم اللي حضرتك قلتيه ده، السنه اللي فاتت طردوا من المستشفى هو واشخاص معاهم. استاذ حلمي بكر كتب وصيته؟ كتب وصيته. حضرتك فتحتي الوصيه شفتي مكتوب فيها ايه؟ لا انا ما فتحتهاش ولا شفت فيها ايه، لان هي مش متسابه معايا. انا لما قال لي اكتب وصيه قلت له حطها في الجهات المختصه ليها، لان انت اكتر حد عارف ان هيبقى في ايه. ولعلمك استاذ حلمي حكي لي اللي هيحصل ده كله، وهم عارفين ده. ان استاذ حلمي كان بيقول كل حاجه، قال لي هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا، خليكي صامده وما ترديش. وانا ما سمعتش كلامه ورديت، وقال لي خليكي صامده وما ترديش، هتحرقيهم زي ما حرقتيهم اول مره في 2019 لما قالوا بلطجيه وقالوا اتحرقوا. فانا للاسف رديت وما سمعتش كلامه لاجل ظروف العزاء. لو ما كانش ظروف العزاء وظروف الوفاه ما كنتش هرد، وكنت هسمع كلامه في الجزئيه دي. مين الناس اللي ضد حضرتك وضد استاذ حلمي والناس اللي بتجيب سيرتكم؟ مين هم ضد تاريخ حلمي بكر كله؟
الناس دي ضد تاريخ حلم بكر. قولي لي اسامي. مش ضدي انا بس لوحدي، الناس دي بتهدم في تاريخ حلم بكر، الناس دي بتاذي فيه، بيأذوا فيه شخصيا واذوا فيه كتير. بعدين بقى نتكلم باستفاضه في الكلام ده. حضرتك طيب قولي كلمه اخيره للناس اللي عماله تجيب في سيرتك وتجيب في سيره المرحوم حلمي بكر. اقول لهم ادعوا له بالرحمه والمغفره، وادعوا لي ان ربنا يقويني واربي رهام تربيه كويسه زي ما كنا متفقين انا وبابا.